ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا، قناة شكو إبراهيم. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم الصابلي، الشكل الثالث من الصابليات ديالنا، اللي غادي تكون واحد السلسلة ديال 8 صابليات إن شاء الله، ونتمنى تعجبكم. نفس لاباط، كيتختلف الديكورات اللي كيختلفوا والأشياء والشكل والإضافات الصغيرة اللي كنزيدوا في الأخير على كل ديكور إن شاء الله. هذا هو المهم، نتمنى منكم تبعوا معنا الوصفة كما درناها وكيما صوبناها باش يجيكم ان بون صابلي، شكل الصابلي ويجيكم المذاق ديال الصابلي مزيان. غتبعوا معنا الوصفه ان شاء الله. مرحبا بكم. المقادير ديال الوصفه ديالنا ديال الصابلي هي اللي هذه الوصفه بالضبط هي اللي غادي نعتمدوا عليها باش نصوبوا جميع الاشكال ديال الصابلي اللي غادي نصوب لكم في هذه الايامات ان شاء الله. جميع الاشكال، من ضمنهم اشكال اللي غادي نديكوري بالسكر ديال بذكاء السكر الحلو اللي كناكلو اللي كتديروا الابتفور، من ضمنهم واحد ثلاثة ديال الأشكال غنديهم في ذاك الشكل إن شاء الله بهاد الأيامات المقبلين. وإني الاعتماد ديالنا غادي يكون على هاد لاباط في الأساس ديال الصابلي ديالنا، ماشي لاباط الأولى اللي في القناة، كاينة واحد لاباط فيها سكر سنيدة، هذه هي المعتمدة في الابتفور، هذيك معتمدة في لي تارت، في الحوايج الاخرين هذه معتمده في البتيفور ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي خصنا 500 غرام ديال الزبده، غادي خصنا كيلو ديال الفورس، غادي خصنا 500 غرام ديال السكر الثقيل، سكر ثقيل، غادي خصنا هنا 4 البيضات، غادي خصنا واحد الساشي ديال الخميره 7 غرام خميره غبره 7 غرام، غادي خصنا هنا معلقه كبيره معلقه صغيره عامره مزيان ديال الفاني، عامره مزيان ديال الفاني، غادي خصنا 21 غرام ديال الزيت، الزيت نباتيه. مرحبا، غادي ناخذوا الان الزبده ديالنا غنديروها في الباسينه في لاماشين. علاش غنطلعها في لاماشين هذه؟ لان كميه كبيره شويه، لان هذا هو الصابلي اللي غنعتمد عليه في جميع الوصفات. يعني غتردوا البال لهذه الوصفه ديال الصابلي هي اللي تاخذوا تعجنوا من هذاك الشيء اللي بغيتوا تعجنوا منها، وقطعوا منها اشكال واشكال ديال الصابلي ديالكم. كندير السكر الثقيل 500 غرام، يعني درنا الزبده 500 غرام، سكر ثقيل 500 غرام. الزبده اللي بغى يدير الزبده ديال الاكل يدير الزبده ديال الاكل، اللي بغى يدير الزبده مارغرين يدير الزبده مارغرين، نتوما مختارين ما بين الزبده ديال الاكل وديال المارغرين، ما كاين حتى مشكل هنا. غنديروا ديك الخميره ديالنا، غادي نديروا الفاني ديالنا حتى هو، جميع المواد هادو غنديرهم هما اللي غنخلط في الاول في لاماشين ديالي ان شاء الله. هنا كنشعلوا على العجينه ديالنا، نخليوها تبورة، يعني تخلط السكر مع الزبده مزيان، يتخلطوا مزيان حتى تولي لينا بومادا على شكل ان بوماد، على حتى تولي لينا على شكل بومادا. ملي كتخلط لينا الزبده ديالنا والسكر والمقادير الاخرين اللي درنا، كنزيدوا البيض شويه بشويه، كل مره كنلوحوا بيضه. نزيدو بيضة ثانية، كنكملو البيض ديالنا، هنا ان شاء الله غادي نضيفوا الزيت، ديك 20 غرام ديال الزيت، شوفوا على العجينه ديالنا بحال هكا. هاد العمليه راه ضروريه خصكم ديروها، كتحيدوا كتهزوا
كتاخذوا الباسينه ديالكم كتكرطوا ليها الجنبات بحال هكا، الجناب ديالها بحال هكا. اهم شيء خص كل شيء هذا الخليط يجي متجانس ان شاء الله، عاد غادي نضيفوا عليه الطحين. خصنا نكرطوا الجناب ديال الباسينه ديالنا ونردوا لا ماشين ديالنا لبلاصتها ونكملوا العجين ديالنا ان شاء الله. هذا كنخدموا العجينه ديالنا، الزبده والسكر والبيض وداكشي كنخدموهم مزيان حتى كيتخلطوا مزيان. هنا خص هنا كيكمل لاستوس ديال الصابري، خص هاد المواد اللي درنا دروك هما يتخدموا مزيان. اما ملي نمشيو تنزيدوا لهم طحين ما غاديش نعجنوه حتى يولي لنا بحال لاستيك. حنا دروكا غادي نخدموا هاد لاباراي مزيان. ها هي مزيانه دروك، كناخذ كنحيد اسميتو كنضيف الفرص ديالي، كنضيف جميع الفرص ديالي اللي عندي مرة واحدة، كنديرو خطرة واحدة، كنسد الماكينة ديالي، كنشعل بشوية باش يتخلطوا ليا المقادير. لان الكميه اللي درت هنا كثيره، كاين نص كيلو في نص كيلو في كيلو ديال الفرص، تقريبا راه 2 كيلو ديال الصابلي بدون البيض، ما حسبناش البيض وما حسبناش، يعني كتعطيني واحد العجينه ما تعجنوش بالسرعة، خليو العجين ديالكم يتخلط على خاطرو. مرحبا، هذا هو العجين ديالنا، ها هو معجون. ما كنديروش باش يتعجن باش يجي كلاسيك، هكا غادي نجمعو. العجينه ديالي فوق الطبله بحال هكا، كنكرط كل شيء داكشي اللي لاصق، نخلي حتى حاجه هكا كيتجن، ما كنعطيوش في العجانه كنعجنوش بزاف. هكا كناخذ العجين ديالي كندلكو شويه، شويه ما نكتروش، ما نكتروش الطحين، على كنرش بشويه وكنعجن الصابلي ديالي بحال هكا هكا. هانتوما الصابلي ديالي كيجي رائع وكيجي هشيش، ما كيجيش كيتجبد، ما خصوش الصابلي. انا السيده سولتني البارح، واحد السيده سولتني قالت لي كتصوب ديما الصابلي، هي الصابلي ديالها قالت لي كتصوبو وكيتجبد ليها ملي كتدخلو الفران، كيتجمع ليها، كتعطيها فورما دايره ملي كتدخل الفران كتولي فورما اوفال ولا كتعوج، مهمه كيتقادش ليها الصابلي ديالها. هذيك القضيه بالضبط رانا قلتها لكم، قلتها ليها، جاوبتها في واحد الكوموند ديالها، جاوبتها قلت ليها اللي بغات الصابلي ديالها يبقى ليها ما خصوش يتعجن مزيان، لان الصابلي ديالنا ملي كنسرحوه ملي كنسرحوه هو كيتجبد كيتجمع كيعاود يتجمع، ما خصش الصابلي ديالنا يكون الاستيك يجي بحال الاستيك، خصو يجي يعني هكا بهاد 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 سميتو باش يجي الصابلي مزيان. وما تعجنوش اللي غتصوبوا فيه لي بتي فور، عجنوه بالسكر الثقيل، من الافضل من الافضل اللي ما عندوش يمكن ليه يعجنوه بالسنيده، اللي عنده السكر كلاصي هو باش يعجن الصابلي ديالو، هادي خصكم تعرفوها. كنزوقوا لاباط ديالنا، كنعطيوها واحد الزواقه تكون زوينه بحال هكا،
كناخدو كندير هاد الشكل هاد المرة. كتلاحظوا ان هادي رققتها مزيان، هاد الشكل رققته مزيان، لان على حسب الديكور اللي غندير ليه في الاخير، على حسب الزواق اللي غندير ليه في الاخير، هذاك هو المهم عندي. بدينا بالتيفور ديال اللوز الحمد لله، وكان حاولوا نلبيو جميع الطلبات ديال الناس في لي بتيفور، وكندير مقادير صغار شويه، لانني انا دروكا انا من نهار بديت البتيفور دروك وصلت لتقريبا 8 كيلو 10 كيلو ديال البتيفور اللي عندي. يعني هاد البتيفور اش غندير ليها انا؟ ناكلها؟ ما ناكلوهاش. 10 كيلو ما غاديش ناكلوها كامله، يعني غادي ناكلو منها شويه ان شاء الله، غادي نصدقو منها الاقربين والمساكين اللي كنعرفو، وربي تبارك وتعالى يخلف على الجميع. طبعا هذا هو الشكل الثالث ديالنا ديال الصبلي ان شاء الله. ها هو، مرحبا، كان شكل الصبلي ديالنا ها هو الشكل الثالث ان شاء الله. ومن بعد غادي نخليو ديما الفران في 180 درجة ديالنا ديال البتيفور. ها هو طاب، كنخرجوه. مرحبا، نستمر في نفس الاطار، يعني دائما كنديروا شويه النباج ديالنا، اللي ما بغاش يدير اللي بغى، اللي بغى الطريقه اللي بغى. المهم اننا وريناكم صابلي اللي يمكن تخدموا به، لاباط اللي يمكن تخدموا بها جيده جدا جدا. والاهم الديكور كيختلف من شكل لشكل، كتزوقوا داك الشيء باش اقتنعتوا تزوقوا به الصابلي ديالكم، زوقوه به ماشي مشكل، لا ماشي حتى مشكل، ما كاين مشكل. الانسان يدير داكشي اللي قاد عليه وداكشي اللي بغى في الديكوراسيون. اما في الوصفه، انا كنطلب منكم الاحترام ديال الوصفات، لان الوصفه هي النجاح ديال اي حاجه. هي الوصفه اللي عطيتكم واللي هي انا متاكد 100% انها ناجحه، يعني ما نديروش اضافات لا اصل لهم في واحد الوصفه، لا اصل لهم. كاين الناس اللي كيديروا اضافات في الصابلي لا اصل لهم، ما كاينينش نهائيا، وماشي الصابلي. ملي كندخلوا اضافات اخرين في العجينه ديالنا راه ما بقاش كيتسمى الصابلي. الصابلي راه معروف ومحدد بكيفاش كيتصوب وكيفاش كيكون. اما الزيادات كما كيقولوا الناس راه من راس، كملوها من عندكم. طبعا هنا كنديروا شويه ديال اللوز فيلي، اللي ما عندوش اللوز فيلي يدير اللوز العادي مهرمش مزيان، ديروه فوق الصابلي ديالكم. وهذا الصابلي بالضبط هذه كنخليها سامبل باش تجيني سامبل، فيه قلنا شويه ديال اللوز بحال هكا. هو الصابلي ديالنا، نتمنى يعجبكم بطريقه سامبل، كيجي زوين وهشيش ومقرمل مزيان. نتمنى تبارك الله تبارك وتعالى يساعدكم على هاد في هاد العشر الايام الاواخر ان شاء الله، على تاديه واجبكم الديني ان شاء الله. وتهلاو فينا ونتهلاو فيكم. وهذا هو الصبلي ديالنا، ومرحبا بكم في قناتنا قناه الشفاف في ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وشكرا.